الزبادي التركات بتاعته معروفه، ولو عملتوها تبقوا تجنبتوا ان الزبادي يبوظ منكم وانتوا بتعملوه في البيت. صينيه فيها ميه دافيه مش سخنه، فرن دافي مطفي مش شغال، لبن دافي زي دمعه العين. اللبن يفضل او مش يفضل، انا شخصيا بقول انه ما ينفعش بالعلب، في ناس بتعمله بالعلب وبينجح معاها، بس انا نصيحتي انه يكون من اللبن بتاع اللبان. لبن اللبان لازم يتغلي، ما ينفعش استخدمه من غير ما اغليه. فالحل ايه؟ بغليه ولما يبقى فاتر استخدمه، مش هحطه يدفى واستخدمه، لا، لبن اللبان لازم يغلي. يبقى اول تركة ان المية هنا تكون دافية مش سخنة، الفرن اللي هدخل فيه الصينية يكون دافي مش سخن ومش شغال، يعني انا دفيته وبعدين طفيته. رقم ثلاثة، اللبن والزبادي يكونوا من عند اللبان مش بتوع السوبر ماركت، مش العلب، مش المبسترين. لكل كيلو كوباية من الزبادي ورشة من الملح. بنعمل ايه؟ نفس بداية الجبنة دي، حلة ده لبن من اللبان غليناه وبارد، ودي حلة سخنة. فايه اللي هيحصل؟ اول ما احط اللبن اللي انا غليته وبردته هيبقى دافي. دافي ازاي؟ ان انا احط كده احس ان هو زي دمعة العين، دافي فاتر خالص خالص خالص، او مدياله رشة الملح، وانزل عليه بكوباية كبيرة من الزبادي بتاع اللبان. اجيب ويسك، انا برا النار خالص اهو، اقلبه فيه كويس جدا جدا لحد ما يبقى الزبادي ملوش اي اثر. اقوم جايبة هنا علب، فخارات، اي حاجة اللي موجود. انذار، انذار بالطرد. وبعدين اخد الزبادي ده اعبيه هنا في الحاجة اللي احنا عايزينها، زي ما قلت لكم علب او فخارات او ايا كان. المية اللي تحته دافية والفرن دافي. طب هيتساب قد ايه؟ في الصيف ممكن نسيبه 4 ساعات، في الشتاء ممكن نسيبه 6 ساعات، علشان طبعا ايه بيفرق.